تابع فقرتنا لنتعرف على استوديو بيلا وهو أحد أشهر محلات التصوير في مصر، وإن لم يكن أقدمها فقد تم تأسيسه في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، حيث لم يكن يوجد في القاهرة كلها سوى عدد قليل من الاستديوهات. استوديو بيلا في هذا التقرير للزميلة دانا الأشقر. استوديو بيلا من أقدم استوديوهات مصر، نشأته كانت على إيد واحد مجري اسمه بيلا. بيلا ده كان مصور مجري جه فتح في مصر هنا سنة 1890، واستمر لمدة حوالي لحد 1925، واشترى جدي فهمي باشا علام، واستمر برضه تصويره. كان فنانين ومشاهير والعيلة المالكة. كان سني 10 سنين وبصور، كنت بصور الناس العادية 4 في 6 والحاجات دي على قد سني طبعا. وبعد كده دخلت في تصوير الفنانين الكبار اللي هم برضو كانت تيست كاميرا يعتبر دلوقتي، في نرمين الفقي، في محمد رياض، والكلام ده كان عندي 14 سنة أول ما بدأت أصور الفنانين الكبار، وكنت بعمل كل أغلفة مصر تقريبا، لما كانش فيه مصورين أغلفة كتير بالنسبة لمصر. الاستوديو عمره 1890، حتى الكاميرات بتاعته اساسا موجوده لحد دلوقتي، زي الكاميرا اللي جنبنا دي كاميرا لينهوف الماني، من بدايه الكاميرات تعتبر اتعملت للتصوير، اللي هي عباره عن الصندوق والعدسه والشاسيه اللي اتحط فيه الفيلم والكلام ده. والكاميرا نفسها كمان طبعا كانت بتاخد مساحه فيلم كبيره، يعني كان بدايه التصوير كان ازاز زي الفيلم ده مثلا، دي بتبقى ازاز بدل البلاستيك دلوقتي لو نشوف كده عشان نقدر نشوفها. دي صورة عائلة برضو مع بعض، صورة العروسة. ده كان من 1890، كان مستمر الفيلم الإزاز. بعد كده دي سنة 24، دي اللي كان بيطلع التصوير خارجي بيها. وصلت لكده بعد كده اللي هي منفاخ برضو بس على صغير شوية، دي برضو لحد سنة 25. 48 50 وصلنا لكده، جات الكاميرات اللي هي معدن أكتر، ودي السبعينات، وصلنا للسبعين لكده. مشاهير كتير صورتهم طبعا من صغري لحد دلوقتي، او من بدايتي كنت بصور مشاهير يعني. وكان طبعا اي حد يتصور هنا كان بيبقى صديق للاستوديو اساسا، يعني انا ما بصورش الفنان من دول وخلاص وانتهى الموضوع، لا، بيبقى في حاجه اسمها ان الفنان ما بيخش بيرتاح للتصوير، يرتاح للمكان، والحمد لله عشان بصور كويس فما حدش بيسيب المكان نفسه يعني.